الاسلاميه بحيث اول مره كيف تشي في العريش مع عمرنا عشنا هادشي. اتمنى يكون هادشي يعني مستمر يعني كل عام يبقى يدير هادشي. نتمنوا الحظ كل فريق فرمو ديال ان شاء الله. نعم والمساهمه ديال اللاعبين كيفاش شفتيها اخص بالنسبه للمهاجمين اللي ادوا واحد الدور يعني يعني تضامني معهم واستطاعوا المهاجمين كامل يماركوا يعني رقم 14 رقم انت رقم 6 ورقم 7 اللي هو ذكرنا السميات عابك السميات اللي ماركا الاول بدر الدين بدر الدين بوعبيد ماركا الثاني انا يوسف قريقز لا ماركا الثالث الثالث اسماعيل اسماعيل الخراز اللي ماركا الرابع ايمن نوين. نعم كيفاش كتشوف المرضو ديال الفريق ديالكم كلها في هذه المباراه؟ الحمد لله المرضو ديال المهم من بعد الفريق ديالنا كتوحد الروح عاليه ومنافسه كبيره في هذه البطوله وكلشي وكلشي خصو يربح وهذا هو المهم ديك النفس العاليه وهذا هو المهم في هذه المشاركه.